معرفه عشان يستطيع ان يشغل من الوظيفه. طيب ايضا التدريب ايش يقول لك؟ التدريب هو عباره عن جهود منظمه ومخططه. ليش؟ عشان هذا الموظف يستطيع ان يزود من الخبرات والمهارات ليشغل الوظيفه. ايضا التدريب هو عباره عن تغيير، مش نغير، نغير في الموظف حتى يستطيع ان يكون قادر لشغل الوظيفه. وباختصار هذه عباره عن من؟ فرق بين التدريب والتعليم. لاحظوا ارجوكم هذا الفرق السريع، شوفوا معي في المفهوم. هذا اجسام الفرق، التعليم اجسام الفرق، منطلقات تهدف الى تكوين واعداد الفرد في الحياه. انا هدفي يصير عنده معلومات جديده للحياه. اما التدريب لا، التدريب احداث تغيير في سلوك الفرد من اجل ان يشغل الوظيفه بكفاءه وفاعليه. يعني عندنا وظيفه معينه نبغى يشغلها، لاحظ معايا هنا الغايه عندنا التركيز تلبيه احتياجات الفرد. هو ماذا يريد؟ ايش يبغى؟ عشان كذا دائما تحصل اذا جاتك برنامج تدريبي جاي تعميم وقال لك والله يا اخي في عندنا دوره تخطيط استراتيجي، لمن يرغب في حضور الدوره؟ هذا تعليم ولا تدريب؟ تعليم. تعليم لمن يرغب، هذا تعليم ليس تدريب. لمن يرغب صح؟ لكن لو قال هذه الدوره مخصصه للقيادات لان عندهم جدارات 1 2 3 4 يجب ان تشبع، وبالتالي احنا ارسلناهم هذه الدوره، صار هذا اسمه تدريب. اذا ذكروا التدريب والتعليم زي الهلل، زي عارفين القطعه هذه حق الهلل، ريال هلل زيه، هو الريال واحد له وجهين، واحد من يركز على المهاره اكثر، واحد يركز على التدريب اكثر، لكن لو جيت تبغى تفرق بشكل اكثر لا، واحد يركز على الوظيفه، واحد يركز على من؟ على الفرد.